تقترح مين من لعيبه المنتخب الاساسي ينضم للمنتخب الاولمبي؟ المنتخب الاولمبي مثلا صلاح و تريزيجيه والشناوي محمد الشناوي، دول اللي احسن ثلاثه بالنسبه لي. طارق حامد، صلاح والشناوي وتريزيجيه. محمد صلاح والشناوي وطارق حامد. محمد صلاح وطارق حامد واحمد حق واحمد تريزيجيه واحمد حجازي. ممكن عبد الله جمعه اساسي. يعني المنتخب الاولمبي مش محتاج حد من المنتخب الاساسي، المنتخب الاولمبي فيه لعيبه كويسه، لكن لو احتاج حد احتاج بس مدافع مكان محمد عبد السلام هو محمود علاء. ممكن مثلا وليد سليمان، ممكن لو محمد صلاح. اشمعنى هم التانيين؟ عشان صلاح طبعا متالق جدا في ليفربول، متالق في يعني في كل الماتشات اللي نعرفها. وتريزيجيه انا شايف ان تريزيجيه مظلوم الصراحه، تريزيجيه يعني شغال جامد قوي وساعات ما بياخدش فرصته. هو خط نص حلو يعني، ممكن يمسكنا خط نص حلو كويس. رمضان صبحي ورمضان كده كده هو وتريزيجيه كده كده هما الاثنين اهلي، هتبقى تمام يعني. طارق حامد بيغطي كويس ورا، وصلاح احسن وينج، وشناوي احسن حارس. عبد الله جمعه ممكن عبد الله جمعه، لا ما افتكرش حد تاني، مش عارف اداؤه مميز وهو سنه برده صغير زيهم والباقي، لان معظم كل اللي في المنتخب الاول سنهم كبير. المنتخب كويس وعناصره كويسه، بس هو محتاج بس مدافع مكان محمد عبد السلام، لان هو في اخطاء كتير ظهرت في الماتشات اللي فاتت.